يقول السائل: نريد منكم توضيح الرقية الشرعية من الكتاب والسنة. الرقية الشرعية هي أن يقرأ على المصاب من القرآن، يقرأ عليه من القرآن، تقرأ عليه سورة الفاتحة، تقرأ عليه سورة الإخلاص وسورتي المعوذتين، ويقرأ مع هذه السور ما تيسر من القرآن والأدعية الشرعية، يقرأ وينفث على المريض. هذه هي الرقية الشرعية. نعم.